الترمينولوجي رقم 4 و5 البروستاتيك دينتستري والبروستودونتست. تاني يا دكاتره، احنا لسه من شويه واخدين كلمه بروستاتيك دي. ايه كلمه بروستاتيك دي؟ ده هو الارت اند ساينس اوف سبلاينج فيتنج اند ديزايننج اند سبلاينج اوف ارتفيشال ابلاينس ذات ريبليس لوست اور كونجنتال ميسنج بارت اوف ذا بودي. طيب احط جنب كلمه بروستاتيك كلمه دينتستري فيبقى اسمها بروستاتيك دينتستري، فحولت الكلمه العامه الشامله لكلمه خاصه بطب الاسنان. فاهمين؟ يعني مثلا على سبيل المثال كلمه امبلانت ده زرعه، اي زرعه، دينتال امبلانت زرعه في طب الاسنان. مثلا اللهم صل على سيدنا محمد ميرور، اي مرايه، دينتال ميرور دي المرايه بتاعتنا في طب الاسنان. فكلمه دينتال او دينتستري لما تضاف لكلمه معناها ان هي بتحول هذه الكلمه من المفهوم العام الشائع لمفهوم خاص بطب الاسنان. فاللي يقرا الكلمه دي يبقى عارف ان انا بتكلم عن طب الاسنان وجزء من طب الاسنان. فالبروستاتيك دينتستري هو الارت اند ساينس ذات كونسيرند باي ديزايننج سبلاينج فيتنج اند سيرفيسنج اوف ارتفيشال ابلاينس ذات ريستور للميسنج بودي بارت. اي ميسنج بودي بارت؟ لا، ريستور مين؟ اللوست تيس اند اسوشيتد ستراكشر، الاسنان المفقوده والعظم. لو كان لما اتخلعت الاسنان العظم حواليها فقد او اللثه حواليها فقدت، فانا عايز اعوض الاسنان والاسوشيتد ستراكشر معاها. يبقى تاني، يبقى ايه هو البروستاتيك دينتستري؟ هو برانش من الدنتال ساينس، يعني هو فرع من فروع طب الاسنان، ويتش ديل يعني معني او يهتم او يعتني بالريبليسمنت، استعاضه او تعويض الميسنج تيس اند اسوشيتد ستراكشر. ايه الاسوشيتد ستراكشر؟ الاسنان لما بتتخلع بتتخلع هي واللثه حواليها بتروح بتختفي والعظم اللي تحتيها بيبدا يتاكل. فانا عايز ارجع السنه واعوض جزء من العظم اللي فقد ده، واحساس اللثه اللي اختفى ده نرجعه تاني. فانا عايز اعوض الاسنان والاسوشيتد ستراكشر. فهمنا ايه هي الاسوشيتد ستراكشر يا دكتور؟ باي نفس الجمله، باي يوزنج ارتفيشال ابلاينس ذات ريستور الاسنان في الفانكشن والاستاتكس، نفس الجمله بالظبط. طيب ايه بقى كلمه بروستودونتكس دي؟ هو قال لحضرتك ببساطه بدل ما اقعد اقول بروستاتيك دينتستري بروستاتيك دينتستري وانت تفهم ان هو ده البروستاتكس بس خاصه بطب الاسنان، طب ما انا اقول لك بروستودونتكس. يعني دمجوا الكلمتين دول في بعض، ضربوهم في الخلاط كده وحطوهم على بعض، لزقوهم في بعض، فطلع جمله جديده اسمها البروستودونتكس. فكلمه بروستودونتكس هي ببساطه البروستاتيك دينتستري، الاثنين كلمتين بمعنى واحد، بروستودونتكس او بروستاتيك دينتستري الاثنين بيدلوا على نفس الدلاله. هو البرانش من دنتال ساينس، فرع من فروع طب الاسنان اللي بيكونسرنت بالريبليسمنت في ميسنج تيس اند اسوشيتد ستراكشر. طب بنعوضها بايه؟ ببروسيزس، دنتال بروسيزس اللي هو الدنشر بقى اللي بيعوض الاسنان في الفانكشن والاستاتكس. يبقى انا هعوض الاسنان اللي فقدت دي يا فندم بالابلاينسز اللي احنا قلنا عليه او البروسيز اللي احنا قلنا عليه اللي هو هيكون في حالتنا هنا الدنشر يا دكاتره. طيب امال مين هو البروسو دونتست؟ احنا عارفين الدنتست اللي هو طبيب الاسنان. طيب ما طبيب الاسنان ده ممكن يعمل حشو عادي، ممكن يعمل حشو عصب، ممكن يعمل تقويم، ممكن يعمل جراحه، كل برانش منفصل عن التاني. انت في العياده بتعمل كل الكلام ده، بس النهارده لسان الحال بيتجه اكتر في التخصص، يقول لك انت معاك ماستر، معاك ماجستير ايه؟ انا اندودونتست، انا بتاع علاج جذور، انا اورثودونتست، انا بتاع التقويم، انا بروسودونتست، انا بتاع الاستعاضه، انا بتاع اطقم الاسنان. فاهمين؟ فهو ده السبيشاليتي، يعني التخصص في البروسيزيس او الدنتال بروستاتكس او البروستاتيك دنتستري او البروستودونتكس. فالسبيشاليتي او التخصص في البروستودونتكس بنسميها بروستودونتست. فاهمين يا جماعه؟ يبقى هو طبيب الاسنان دنتست او دونتست اللي في الاخر دي، ده طبيب اسنان متخصص في البروستاتيك دنتستري او البروستودونتكس. البروستودونتكس تمام؟ طيب الاستعاضة او علم الاستعاضة اللي هو البروستودونتكس ده يا دكاترة، قلت لكم انه تحت مظلته اكثر من لواء، يعني اكثر من قسم بيشتغل وشغله نعتبره من الاستعاضة البروستودونتكس. ايه بقى الاقسام دي؟ والله اول حاجة عندي الفيكسد بروستودونتكس، التاني حاجة الريموفابل بروستودونتكس، تالت حاجة الماكسيلوفيشال بروستودونتكس، ورابع حاجة الامبلانت بروستودونتكس. كلهم بروستودونتكس، يبقى كلهم ايه؟ بروستودونتكس. عظيم عظيم. ايه الفرق بين الاربع الويه دول او اربع اقسام دول او اربع كاتيجوري؟ كل واحد فيهم ممكن يتخصص سبيشاليتي متخصص، يعني
يعني الراجل اللي احنا قلنا هياخد سبيشاليتي ممكن يتخصص فقط في ده، والسبيشاليتي عن طريق الماستر او الدكتوراه، يحضر ماجستير ثم دكتوراه. فيكسد ممكن يقول لك انا بتاع فيكسد بس، او ريموفبل انا ريموفبل بس، او ماكسيلو فيشل انا ماكسيلو فيشل، او انا امبلانت. تمام، انا امبلانت. كل دول تخصصات البروسودونتكس اللي احنا اتكلمنا عليها، واي حد فينا يقدر يتخصصها في المستقبل. هتخصص ازاي؟ تفضل تدرس الخمس سنين كليه، وبعد ما تخلص خالص تشوف حضرتك هتروح وزاره الصحه في اي مكان، ولا هتشتغل طبيب حر، وبعد كده تبدا ترجع تاني الجامعه وتقول لهم يا جماعه انا عايز احضر ماستر، انا عايز اخد تخصص عشان اتخصص في برانش معين، واخترت قسم التخصص او التخصص بتاعي يكون الاستعاضه، وعايز اتخصص فيكسد، لا انا عايز اتخصص ريموفابل، لا انا عايز اتخصص ماكسيلو فيشل، لا انا عايز اتخصص امبلانت. فبتحدد التخصص بتاعك وبتمشي في الدراسات العليا بتاعتك ماجستير، وربنا يفتح عليكم بعدها الدكتوراه. جدير بالذكر ان الريموفابل بروسودونتكس تحديدا ليه قسمين، كومبليت دنشر وبارشل دنشر. الاثنين دول يندرجوا تحت مسمى الاستعاضه الصناعيه المتحركه اللي هو ريموفابل بروسودونتكس. ممكن تعمل ريموفابل بروسودونتكس كومبليت دنشر، طقم اسنان كامل، او بارشل دنشر، طقم اسنان متحرك. وعشان تبقوا مستوعبين، ده طقم اسنان متحرك جزئي، ده البارشل دنشر اللي انتوا شايفينه قدامكم ده بارشل دنشر. هو فين ده البارشل دنشر؟ ما هي دي يا دكتور، شايفين السنه؟ هو ده ايه اصلا؟ احنا مش فاهمين. دي سنه جبس ودي سنه جبس ودي كل دي اسنان جبس، يعني دي نسخه طبق الاصل من فم المريض. اما دي سنه اكريل، سنه اكريل يعني سنه بلاستيك، واللي لونها احمر ده فاكرين الاسوشيتد ستراكشر اللي احنا قلنا عليها، فاكرين اللثه والجينجيفا اللي احنا قلنا فقدت مع فقدان الاسنان، ده بيعوضها عشان يدي ايحاء ان هو ده طبيعي. بس ده دكتور لونه احمر وده لونه اصفر، ما ده لونه ابصر ده اصفر ده جبس، انما داخل فم المريض كله هيبقى لونه احمر، فدي هتبقى نفس لون داخل فم المريض ان شاء الله في المستقبل. ودي السنه المفروض تكون نفس لون الاسنان بتاع المريض بالظبط، فلما المريض يلبسها ما يبانش انه لابس سنه مختلفه، ولا يبان ان عنده فقدان في اللثه ولا في العظم حواليها. فدي اسمها ده اسمه البارشال دنشر. اسمه يا فندم؟ اسمه بارشال دنشر. عوض جزء من الاسنان وجزء الثاني موجود، الجزء موجود والجزء الثاني مفقود، فاسمه البارشال دنشر، او برضه تحت اللواء ريموفابل بروسودونتكس، بيتشال ويتلبس. عظيم عظيم. ده برضه ريموفابل بروسودونتكس زي ما حضرتك شايف، بيتشال ويتركب، يتشال ويتركب، بس ده ريموفابل بارشال، لان ايه اللي مفقود؟ سنتين مفقودتين، واهم بيتركبوا ويتشالوا، ومعاهم الاسوشيتد ستراكشر اللي احنا قلنا عليها اللي هو بيعوض مكان اللثه والعظم اللي مفقود، والاسنان اللي جنبيها ده ناتشرال تيس، اسنان طبيعيه بالكامل. تمام يا دكاتره؟ يبقى احنا اهو فاهمين ومستوعبين. اه يا دكتور فاهمين ومستوعبين. اللي بيتركب ويتشال ده هو البارشال دنشر بتاعنا. طيب امال يعني ايه كومبليت دنشر يا دكتور؟ زي ما حضرتك شايف كده، ده طقم اسنان كامل، ده الراجل المريض بتاعنا بياخد الطقم ده يركب جزء او بعض منه في الطقم في الفك العلوي والتاني في الفك السفلي عشان يعوض كل اسنانه بالكامل، فده اسمه الكومبليت دنشر. الاثنين الكومبليت دنشر والبارشال دنشر الاثنين اسمهم بروسيزيس، الاثنين جهازين بيعوضوا الميسنج تيس او معاها الاسوشيتد ستراكشر، فهو بيعوض ميسنج بودي بارت فهو اسمه بروسيزيس. بس بدل ما نقول بروسيزيس او نقول دنتال بروسيزيس نقول عليهم دنشر، يبقى تقول عليهم دنشر عادي كومبليت دنشر وتاني بارشال دنشر، او تقول عليهم بروسيزيس برضو عادي، ما هم بيعوضوا جزء مفقود من جسم الانسان الا وهو الاسنان. طيب نرجع تاني لمرجوعنا. طيب هنمسكهم برانش برانش ونبدا نتكلم على كل واحد فيهم بشكل منفصل شويه. الامبلانت بروسودونتكس ده كان عندي سنه مفقوده، يعني ده السنترال اللاترال الكناين الفور مفقود، يعني الفيرست بريمولر مفقود، اتخلع على اي سبب من الاسباب، خد خبطه فيه واتخلع، كان مساوس واتخلع، عملوا حشو عصب وسابوا لغايه لما باص فاتخلع. المهم ان احنا عايزين نعوض له الفور اللي اتخلع ده، فنقول له والله احنا عايزين نعمل لك، ممكن نعمل لك ثلاث حاجات. المكان السنه اللي اتخلعت ممكن نعمل لك تركيبه متحركه، يقول لك تتشال وتتحط، مش عايز. نعمل لك تركيبه ثابته، نبرود لك السنه دي ونبرود لك السنه اللي جنبها ونحط لك تركيبه ثابته تلزق على دي ودي، يقول لك هتبرود لي سنتين عشان ترجع لي سنه، مش عايز. خلاص الحل الثالث ان احنا نعمل لك زراعه من غير ما نعمل لك تركيبه متحركه، ومن غير ما نعمل نبرود لك الاسنان اللي جنبها، هنسيب كل سنان سليمه ونحط لك زرعه جوه العظم ونحط لك التركيبه بتاعتها عليها. فدي اسمها الامبلانت بروسودونتكس. ايه الامبلانت ده؟ برانش من البروسودونتكس. دوره ايه؟ انت دورك ايه يا امبلانت، او انت عايز ايه؟ انا عايز اعمل ريبليسمنت. ريبليسمنت لمين؟ للميسنج تيس. طب هتعمل لها ريبليسمنت بايه؟ ميسنج تيس دي هتعمل الاسوشيتد ستراكشر، دايما تيس اند اسوشيتد ستراكشر. هترجعها بايه؟ هرجعها بريستوريشن، هرجعها بتركيبه، التركيبه دي ريتيند
باي دينتال امبلانت. يعني ايه ريستوريشن ريتيند باي دينتال امبلانت؟ ريستوريشن كلمه ريستوريشن هو البروسيزس. كلمه ريستوريشن يعني عشان ما تفهموش ان ريستوريشن يعني حشوه يعني امالجم او كومبوزيت. كلمه ريستوريشن معناها مش بتاع الاوبرتيف بس. كلمه ريستوريشن معناها اي تركيبه داخل الفم او اي حاجه استعضيه داخل الفم. بنقول على الحشوه بتاعتنا ريستوريشن عشان بتعوض جزء مفقود داخل السنه. بنقول على الدنشر بتاعنا ريستوريشن عشان بيعوض سنه بالكامل. وبنقول على فيكسد بروسودونتكس ريستوريشن وريموفبل. اي حاجه بتحطها داخل فم المريض هي ريستوريشن غالبا يعني. طيب الريستوريشن دي هتمسك في ايه؟ هتمسك في الهواء. ريتيند باي يعني ماسكه في ايه؟ ماسكه في ايه؟ ماسكه في زرعه دنتال امبلانت. لو مسكت في السنان اللي جنبها يبقى فيكسد بروسودونتكس. لو مسكت في زرعه يبقى امبلانت بروسودونتكس. لو عملنا تركيبه بعظم وفلانج وحته تنزل لتحت وتروح الناحيه الثانيه وكل الكلام الظريف اللطيف اللي احنا شفناه في الموديل اللي كان من شويه دي يا دكتور لو حضرتك بصيت عليها كده دي اسمها ريموفبل بروسودونتكس. يبقى بتتشال وبتتركب. يبقى انا عندي الخيارات الثلاثه زي ما احنا وضحنا لحضرتك. طيب يبقى احنا كده عرفنا يعني ايه امبلانت بروسودونتكس. وادي الامبلانت زرعه بتتحط جوه العظم والتركيبه تتركب عليها او ريستوريشن تمسك فيها. طيب يعني ايه فيكسد بروسودونتكس؟ يعني كلمه فيكسد يعني ثابت لا يمكن ازالته. وده يعني مضاد لفكره الريموفبل بروسودونتكس اللي هو متحرك يمكن ازالته. فيكسد بروسودونتكس انا عندي هنا سنه مفقوده عايز اعوضها. بنعرض على المريض ثلاث حلول. الحل الاولاني انك نعمل لك زراعه، ده افضل حاجه. لو مش هنيجي ناحيه اي سنه من اسنانك احنا نحط لك زراعه في العظم ونحط لك عليها التركيبه. قال مش عايز زراعه ابسولوتلي نوت، انا بخاف من الزراعه ومعيش فلوس. طيب نعمل لك تركيبه متحركه، نحط لك السنه دي على في مكان الادنشلس اريا كده ونحط لك عليها حته اكريل احمر كده عشان يعوض اللثه ويعوض العظم ونخليها تمسك بشويه حديد في باقي الاسنان من ورا من غير ما تبان يعني من غير ما نبرود لك اي حاجه. اقول لك والتركيبه دي تبقى متحركه تتشال وتحط؟ لا انا مش عايز، انا عايز تركيبه ثابته. انا اصلا انا بتقرف بصراحه من التركيبه اللي بتتشال وتحط. خلاص يبقى الحل الوحيد اللي بقى لنا ان احنا نعمل لك فيكسد بروسودونتكس. ايه الفيكسد بروسودونتكس؟ والله احنا هنيجي على حاجه بسيطه خالص. هاجي على السنه دي ابردها. واجي على السنه دي ابردها. وبعد ما يتبردوا هقوم مركب على دي تركيبه ومركب على دي تركيبه والتركيبه بتاعتك في النص تلزق لازقه فيهم هم الثلاثه. يعني الثلاثه دول قطعه واحده، دي هتمسك في دي ودي هتبقى مكان الجزء المفقود ودي هتمسك في دي ونعمل لك فيكسد بروسودونتكس. تركيبه بتلزق على الايه؟ على الاسنان اللي حواليك. يبقى نبرد دي نعمل لها ريدكشن، نبرد دي نعمل لها ريدكشن ونحط على دي ده المكان المفقود ونحط على دي تركيبه ونحط على دي تركيبه ويرجعوا الثلاثه لازقين في بعض قطعه واحده مع بعض ونسميها فيكسد بارشل دنشر. انت قلت يا دكتور الدنشر ده طقم السنان وقلت لي ان الدنشر ده لا اما طقم سنان متحرك كله متحرك لا اما كامل اللي هو بيعوض كل الاسنان لا اما جزئي. وقلت لي كده انت لسه قايل لي كده يعني انت قلت لي ده طقم اسنان متحرك ده اسمه بارشل دنشر ريموفابل بارشل دنشر. اسمه ايه ده؟ ريموفابل بارشل دنشر. ريموفابل يعني بيتحرك، بارشل جزئي لانه معوض اسنان واسنان لا، دنشر يعني طقم. ما هو طقم، ما هو لازم مش لازم الطقم يبقى معوض كل الاسنان، اسمه ريموفابل بارشل دنشر. حلو، يبقى ده اسمه ريموفابل بارشل دنشر. جميل. امال ده ايه يا دكتور اسمه ايه؟ ده اسمه كومبليت دنشر. اسمه ايه يا دكتور؟ كومبليت دنشر لانه معوض كل الاسنان المفقوده. يبقى اسمه ريموفابل كومبليت دنشر. اما الثاني ريموفابل بارشل دنشر. امال ايه الفيكسد بارشل دنشر ده ايه؟ ايه الفيكسد بارشل؟ يعني لما نيجي هنا تاني نرجع هنا تاني ده اسمه ريموفابل بارشل دنشر صح؟ ريموفابل متحرك بارشل جزئي دنشر اللي هو الطقم. انا بقول لك بقى في واحد تاني اسمه فيكسد بارشل دنشر. ايه بقى الفرق بين الاثنين؟ بارشل دنشر يعني طقم اسنان جزئي. بارشل دنشر طقم اسنان جزء. ايه الفرق بين ريموفابل وفيكسد؟ ريموفابل زي ده يتشال ويتحط وزي ما انت شايف عشان يتشال ويتحط فلازم يكون ماسك في حاجه. فتلاقي اللي طالع منه ده حديد ماسك في زي الكماشه كده يمسك في السنه اللي قدامه ويمسك في السنه اللي وراه ويلف ويعدي الناحيه الثانيه لان عشان يبقى قطعه واحده يمسك في السنه دي ويمسك في السنه دي. فده اسمه طقم اسنان متحرك جزئي ريموفابل بارشل دنشر مليان حديد. بس ده دكتور حاجه مستفزه جدا احط كل الحديد ده جوه فم المريض يقول لك انا في مريض بيرتاح له احسن من انك تيجي. لو انا ما عملتش ده عارف انا هعمل ايه عشان اعوض ده بفيكسد بارشل دنشر؟ عارفين هعمل ايه؟ هاجي على السنه دي ابردها اعمل لها ريدكشن
واجي على السنه دي ابردها اعمل لها ريدكشن، واركب على دي طربوش، واركب على دي طربوش، والاثنين دول والاربعه دول يبقوا لازقين في بعض ويقفلوا ويمسكوا المكان ده ويعوضوا المكان ده بدون اي حديد تاني. بس انا بردت دي وبردت دي وحطيت السنتين دول اللي هم اللي بيعوضوا اللي هو السنتين الصناعيتين دول لازقين في الطربوش اللي ماسك في ده والطربوش اللي ماسك في ده، وكلهم مع بعض قطعه واحده، يبقى هم واخدين الريتنشن من الاسنان او ممسوكين بالاسنان دول. وهنا نفس الكلام، هبرد دي وهبرد دي، هبرد دي وهبرد دي، واخلي السنه دي على طربوش والسنه دي على طربوش والسنه الصناعيه دي ملزوقه فيهم هما الاثنين. يبقى انا بردت كده كام سنه، ادي 1 2 عشان دي، وبردت هنا كام سنه، ادي 1 2 عشان دول. يبقى انا كده بردت 4 سنات عشان اعوض 3 سنات، بردتهم يعني جيت على السنه كده بردتها يعني الوسطها كده، شيلت جزء منها 1 مللي داير ما يدور عشان اركب عليها طربوش يمسك فيه دول ويمسك في دول عشان يبقوا ممسوكين كويس، والا ايه اللي هيمسكهم؟ ده اسمه الفيكسد بارشال دينشر. في الفيكسد بارشال دينشر زي ما انتم شايفين بردت 4 اسنان عشان اعوض 3 اسنان. المريض ممكن يستصيغ الحل ده ويشوفه حل مقبول، ومريض تاني يقول لك لا انا ما احبش كده. طب انت عايز ما احبش الفيكسد ده، الحل البديل اعمل لك زرعه هنا تشيل السنتين دول، زرعه وزرعه وزرعه هنا، يبقى عملت لك 3 زرعات عشان اعوض كل الاسنان المفقوده من غير يا سيدي ما برود لك ولا سن. مريض يشوف ان ده حل مناسب جدا ومثالي، انا كده حافظت على كل اسناني ما جيتش ناحيتهم وعملت زرعه وخلاص. مريض يقول لك انا ما بحبش الجراحه ما وفلوسها كتير مش هعرف ادفع كل ده. فنقول له الحل الثالث، من غير ما نبرد ومن غير ما نعمل جراحه ومن غير ما نعمل ولا تدفع كتير ومن غير ما نبرد لك السنان وتفضل كل اسنانك سليمه، هعمل لك سنتين صناعيتين يعوضوا الجزء المفقود وسنه صناعيه تعوض الجزء المفقود، والسنان دي بدل عشان ما تبقاش طايره في الهواء هحط لك حته حديد على السنه اللي قدامها تمسك فيها، مش هنبردها هنحط حديده بس تمسك فيها، وحده وراها تمسك فيها، ونعدي بحديده الناحيه الثانيه نخلي دي تمسك فيها وتخلي دي تمسك فيها وكلهم ماسكين في بعض، وشيلها يا سيدي نظفها ورجع تاني ركبها، لما تبقى تاكل بيها ركبها ولما تحب مش عايز تستخدمها تشيلها. دي اسمها ريموفبل بارشال دنشر، ده الخيار بتاع ريموفبل بارشال دنشر، مفيش فيه برد. خيار الفيكسد بارشال دنشر هو نفس السنان هعوضها، وبارشال دنشر برضو بس فيكسد ثابت يتلزق ما يتشالش، وهيبقى ماسك في السنان دي اللي احنا بردناها. الخيار الثالث اللي هو الامبلانت ايه سبورتد اوفر دنشر او الامبلانت سبورتد دنشر، يعني التركيبه تبقى راكبه على امبلانت من غير ريموفابل ولا فيكسد، حتى هي هتبقى فيكسد برضو بس ما بنقولش عليها فيكسد بارشال دنشر، بنقول عليها امبلانت سبورتد بارشال دنشر. يبقى انا عندي 3 اختيارات ممكن اقدمهم للمريض بتاعنا. يبقى احنا فهمنا يعني ايه فيكسد بروسودونتكس، فهمنا يعني ايه فيكسد بارشال دنشر. اه يا دكتور، يبقى الفيكسد بروسودونتكس لو انا عايز اديله ديفينيشن هو البرانش من الدنتستري او البروسودونتكس تحديدا اللي بيعمل ايه، بعمل فيه ايه، انا مهتم او كونسيرند بريبليسمنت اوف ميسنج تيز باي ارتفيشال ابلاينس ذات، هو نفس الديفينيشن بالظبط فيهم كلهم، كان نوت بي ريموفد باي ذا بيشنت. ايه الفرق بين الفيكسد والريموفابل؟ هو نفس الديفينيشن، ارت اند ساينس او برانش اوف دنتستري ذات كونسيرند باي ريبليسمنت تعويض الميسنج تيز اند اسوشيتد ستراكشر باي، هي باي دي بقى هو الفرق. لو بروسيزز بيتشال ويتحط يبقى ريموفابل بروسودونتكس، لو بروسيزز يتركب ما يتشالش ولا يتحط كان نوت بي ريموفد باي ذا بيشنت يبقى ده فيكسد بروسودونتكس. يبقى الفروقات هو اخر سطر في الاخر، يعني واحد ديفينيشن في الاول، الدباجه اللي في الاول دي ثابته في الكل، ثبتها في الكل، احفظ واحده بس للكل، وفي الاخر قول لي باي ايه، باي بروسيزز بيتشال وتحط كان بي ريموفد باي ذا بيشنت يبقى ريموفابل بروسودونتكس، بروسيزز بيتشال لا يمكن ازالته يبقى فيكسد بروسودونتكس، بروسيزز بيتشال وتحط يبقى ريموفابل بروسودونتكس، بيتشال وتحط بيعوض كل الاسنان يبقى كومبليت دنشر، بيعوض بعض الاسنان يبقى ريموفابل بارشال دنشر، بيعوض بعض الاسنان وثابت فيكسد بارشال دنشر، فاهمين؟ بيعوض بعض الاسنان وثابت على اسنان يبقى امبلانت بروسودونتكس. ومستوعبين الفروقات؟ فروقات بسيطه جدا ولكنها ايه يعني فيصليه. زي ما حضرتك شايف ادي السنه مفقوده، عرضت على المريض زراعه رفض، عرضت على المريض تركيبه متحركه رفض، قال لي انا هعمل تركيبه ثابته. التركيبه الثابته هاجي بالكونترا بتاعتي او الهاند بيس هبرد السنه دي، وهبرد السنه دي رغم انهم سلام ما عملوليش حاجه، سلام بالكامل. طب ليه يا دكتور؟ قضي الله ودي حكمته. وبعدين هحط على دي تركيبه اللي انا بردتها، واحط على دي تركيبه بردتها بقدر ما بردت 1 مللي احط على تركيبه 1 مللي، بردت 2 مللي احط على تركيبه 2 مللي عشان تعوض الجزء المفقود منها، والجزء ده والتركيبه تعوض الجزء الايه المفقود اللي هو السنه المفقوده بالاساس، والثلاثه ملزوقين
في بعض قطعه واحده، فدي تكون ماسكه في السنه دي وماسكه في السنه دي، وفي الاخر يبقى عندي تركيبه تعوضت لي السنه المفقوده وماسكه في السنه اللي جنبها وماسكه في السنه اللي جنبها، واسمها فيكسد بارشال دنشر. يبقى دي الثلاثه دول مع بعض اسمهم فيكسد بارشال دنشر. اسمهم ايه؟ فيكسد بارشال دنشر. زي ما حضرتك شايف نفس الفكره، بردت السنه دي وبردت السنه دي وركبت على دي طربوش وركبت على دي طربوش، ودي كانت طايره في الهواء او تعوض الجزء المفقود ده في الهواء وماسكه فيهم هم الثلاثه الثلاثه قطعه واحده، فاسمها فيكسد بارشال دنشر. يبقى ايه كلمه دنشر؟ كلمه دنشر معناها ايه يا دكتور؟ كلمه دنشر عموما معناها اي ارتفيشال ابلاينسز او اي بروسيزز بيعوض الاسنان المكسوره او الاسنان مش المكسوره انا اسف، الميسنج تيس، الميسنج ناتشرال تيس. يبقى كلمه دنشر هو البروسيزز او الدنتال بروسيزز، كلمه بروسيزز الجهاز اللي كان بيعوض اي جزء مفقود من الجسم، دنشر الجزء اللي بيعوض الاسنان المفقوده من الجسم. طيب امتى يبقى اسمه فيكسد دنشر بارشال دنشر؟ فيكسد بارشال دنشر لما يكون كان نوت بي ريموفد باي زابيشن، اللي بيعوض بعض الاسنان المفقوده وكان نوت بي ريموفد باي زابيشن. يبقى هو عباره عن بارشال دنشر ذات سيمنتد. يعني ايه كلمه سيمنتد؟ بيتلزق تو ذا ناتشرال تيس. ايه هي الناتشرال تيس؟ الاسنان الطبيعيه اور دنتال امبلانت. يعني يا دكتور مش فاهمين، مش فاهم يعني ايه الفيكسد بارشال دنشر؟ انا فهمت الكلام اللي انت قلته لي بس لما جيت قريت لي الديفينيشن مش فاهم. اقول لك يا دكتور الفيكسد بارشال دنشر ده اللي انت فهمته مني، اللي هو ده الثلاث قطع، الثلاثه قطع على بعض دول اسمهم فيكسد بارشال دنشر. يعني اللي انت شايفه ده الثلاثه دول مع بعض اسمهم فيكسد بارشال دنشر. امال ايه الديفينيشن؟ هو عباره عن ارتفيشال ابلاينس او بارشال دنشر. يعني هو عباره عن دنشر اللي هو هو كلمه دنشر احنا فاهمينه خلاص، بارشال دنشر يعني دنشر جزئي بيعوض بعض الاسنان المفقوده. حلو جدا. طب ايه بقى باقي الجمله، باقي الديفينيشن ايه؟ ذات ار سيمنتد. سيمنتد يعني بيتلزق، سيمنتد من السيمنت من الاسمنت يعني اللي بيتلزق، بس مش الاسمنت اللي احنا بنستخدمه في البناء، دنتال سيمنت الاسمنت بتاع الاسنان او السيمنت اللي هو اللزق بتاع الاسنان. سيمنتد يعني بيتلزق، بيتلزق على مين؟ على الاسنان اللي جنبيا، السنه اللي انا بردتها دي والسنه اللي جنبها دي اسمها الناتشرال تيس، الاسنان الطبيعيه اللي انت بردتها وده يتلزق عليهم. يعني بنحط لزق جواه ونحطه يلزق فيهم هما الاثنين، ما ينفعش المريض يشيله، كان نوت بي ريموفد باي ذا بيشنت. حلو حلو. يبقى ذات از سيمنتد تو ذا ناتشرال تيس اور تو ذا دنتال امبلانت. حلو. افرض الاسنان الناتشرال تيس دي ما كانتش موجوده او سنه موجوده، يعني نفترض معا سوا مع بعض اللهم صل على محمد ان السنه دي مش موجوده، السنه دي اصلا مش موجوده وانا عايز اعمل تركيبه، او السنتين نفسهم الاثنين مع بعض مش موجودين وانا عايز اعمل تركيبه، تعمل ايه؟ تقوم عامل زرعه هنا وعامل زرعه هنا وملازق الثلاثه دول، الثلاثه اليونت دول على زرعتين، يبقى اما تلزقهم على سنتين او على اثنين امبلانت. لو لزقتهم على سنتين يبقى اسمهم فيكسد بروسودونتكس على فيكسد بارشال دنشر على ناتشرال تيس. لو عملتهم على اسنان طبيعيه يبقى فيكسد بارشال دنشر على امبلانت، سيمنتد تو امبلانت اللي هو بنسميه امبلانت سبورتد اوفر دنشر، بارشال اوفر دنشر. تمام. هو بعض يعني هي اسماء لها دلالات مختلفه يعني او دلالات او اسماء مختلفه لها نفس الدلاله تحديدا. يعني انا اسمي، انت اسم حضرتك ايه؟ يوسف. وفي البيت بيقولوا لك يا صفصف، وما اعرفش بابا كان بيدلعك بيقول لك يا توفي، اي حاجه. المهم في الاخر انت نفسك عارفين ان توفي هو صفصف هو يوسف، في الاخر هم الثلاثه يعني ايه تعالى يا يوسف تعالى يا طفط بتيجي يعني ما يجراش حاجه. المهم اللهم صل على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا كده فهمنا يعني ايه الفيكسد بروسودونتكس، فهمنا يعني ايه دنشر، فهمنا يعني ايه فيكسد بارشال دنشر. اه يا دكتور فهمنا ان شاء الله. طيب ايه الفرق بينه وبين الريموفابل بروسودونتكس؟ ايه الفرق بين الفيكسد بروسودونتكس والريموفر بروسودونتكس؟ نفس الديفينيشن، هو برانش اوف دنتستري الارت اند ساينس ذات كونسيرند باي ريبليسنج ميسنج او ريبليسمنت اوف ميسنج تيس اند اسوشيتد ستراكشر. باي في الاخر هي اللي بتفرق. كان في فيكسد بروسودونتكس باي ارتفيشال ابلاينس ذات كان نوت بي ريموفد باي ذا بيشنت، بيحصل له سيمنتد بيتلزق وما يتشالش. هنا باي ارتفيشال ابلاينس ذات كان بي ريموفد باي ذا بيشنت او ذا ويرر، يعني اللي لابسه يعني يقدر يشيله ويحطه. يبقى هو نفس الدباجه ولكن النهايه هي اللي بتختلف فقط. طيب قلت لك انا يا دكتور في الريموفر بروسودونتكس ممكن اقدم للمريض حاجتين، يقدم له طقم اسنان كامل يعوض كل اسنانه، يقدم له طقم اسنان جزئي يعوض بعض الاسنان المفقوده. الكامل زي ما حضرتك شايف الجزئي اهو اللي هو فيه حديد زي الكماشه كده،
الكليب يعني يسموه المشبك، ماسك في السنه اللي قدامه من غير ما نبرده، وماسك في السنه اللي وراه من غير ما نبرده، اللي قدامه واللي وراه من غير ما، والا لو ما عملناش ده ما يمسكش في حاجه، امال هيطير في الهواء. وحديده ماسكه لي الناحيه اليمين بالناحيه الشمال، ده اسمه الريموفابل بارشال دينشر، وده اسمه الريموفابل كومبليت دينشر. يبقى ده ريموفابل كومبليت دينشر، ريموفابل بارشال دينشر، واللي فات كان ريموفابل فيكسد بارشال دينشر، او الفيكسد بارشال دينشر، اسف ما ينفعش ريموفابل فيكسد بارشال دينشر. يبقى ده ريموفابل بارشال دينشر، ريموفابل كومبليت دينشر، والتاني التالت اللي كان من شويه ده فيكسد بارشال دينشر. طيب ريموفابل كومبليت دينشر وريموفابل بارشال دينشر ايه اللي فرق بينهم؟ طالما انا لازم تركز، انا بسالك عن العلم، انا اسف بسالك عن العلم ولا عن الجهاز؟ السؤال اللي بيقول لك جيف مي ا ديفينيشن، الديفينيشن عن البروس، كلمه اتكس في الاخر تي اي سي، ده العلم. الدنشر ده الجهاز، يبقى لازم تبقى مفرق. هو انت بتسالني عن العلم البروسودونتكس، الفيكسد بروسودونتكس، ريموفابل بروسودونتكس، كلمه بروسودونتكس تكس اللي في الاخر دي، يعني انت بتسالني عن العلم، العلم نفسه، القسم اللي هو الكتاب اللي انا هدرسه عشان اعرف اعمل التركيبه. طيب التركيبه نفسها اسمها دنشر، بس انا عندي الدنشر ثلاث انواع، فيكسد بارشال دنشر، ريموفابل بارشال دنشر، وريموفابل كومبليت دنشر. بس يبقى لو انا بسالك عن الدنشر بسالك عن التركيبه، بسالك عن الاتكس بسالك عن العلم. فلو بسالك عن العلم هتقول لي الديباجا ذا برانش اوف دنتال ساينس، ارت اند ساينس، بسالك عن العلم. طب لو بسالك عن التركيبه ان ارتفيشال ابلاينسز، يبقى الديباجا مختلفه، يبقى ديباجه العلم دنتال برانش اوف دنتال ساينس او ارت اند ساينس، ديباجه التركيبه اللي هو الدنشر اتس ان ارتفيشال ابلاينس، ارتفيشال ابلاينسز يعني طرف صناعي او جهاز صناعي او جهاز متصنع، تمام؟ ارتفيشال ابلاينسز او ارتفيشال بروسيسز ذات ريبليس الميسنج تيس اند اسوشيتد ستراكشر. طيب انت ريموفابل كومبليت دنشر، يبقى طالما كومبليت يعني اول ذا ميسنج تيس اند اول ناتشرال دنتيشن اول تيس بتاعه البيش. طيب والتركيبه دي وضعها عامل ازاي؟ ثابته ولا متحركه؟ باي ان ارتفيشال ابلاينس ذات كان بي ريموفد باي ذا وير، او اللي المريض كان يقدر يشيله ويحطه. طيب ريموفابل بارشال دنشر نفس الديباجه، ارتفيشال ابلاينس ذات ريبليس الميسنج تيس اول تيس، لا سم اوف ميسنج تيس اند اسوشيتد ستراكشر، ريبليسمنت اند ريبليسمنت باي ايه؟ باي ارتفيشال ابلاينس كان بي ريموفد باي ذا وير. فاهمين ايه الفرق بقى؟ يبقى هو نفس يعني انا بقول لكم الكلام ده، انت لما تيجي تقرا الداتا هتلاقي الديفينيشنز مختلف، بس انا عايزك تريح نفسك وتريحني وتريح المجتمع كله. ثبت ديفينيشن واحد وغير الديباجه ثابته وغير الجمله الاخيره. يبقى هنا ارتفيشال ابلاينس ذات ريبليس الانتاير ناتشرال دنتيشن اول دنتال اول تيس، انتاير يعني بالكامل، ناتشرال دنتيشن يعني الاسنان بالكامل، اند اسوشيتد ستراكشر ماكسيلا والمندبل في الفكين العلوي والسفلي لمريض فقط كل اسنانه عادي. مش لازم يا جماعه، هو مش قران. قول الديفينيشن اللي انت فهمته مني، قول الجمله اللي انت فهمتها مني، ثبت دماغك وغير الجمله الاخيره وريح دماغك. ممكن انت تزود عليه، بس تزود بحيث انه الزياده تكون في محلها، او تنقص بس من بدون اخلال المعنى. المهم ان انت توصل لي المعنى اللي انا عايزك توصله لي باي لفظ تختاره، باي مسمى يعجبك، باي حاجه تفتكرها. المهم ان انا عايزك تقول لي المعنى. ريموف بارشال دنشر نفس الكلام، هو دنتال بروسيسز، هو ارتفيشال ابلاينس عادي جدا، ريبليس وان اور مور اوف تيس. ينفع اقول اول تيس؟ لا، لو قلت اول تيس يبقى غلط، لانك انت بتتكلم عن كومبليت دنشر وهكذا. باي ابلاينس كان بي ريموفد باي ذا وير، طبعا ما ننساش حته اسوشيتد ستراكشر يعني الاسنان والاسوشيتد ستراكشر معاها. يبقى انت لحد دلوقتي فهمت ثلاث حاجات. اول حاجه يعني ايه فيكس امبلانت بروسودونتكس، ويعني ايه زرعه والاوفر دنشر اللي بيركب عليها والامبلانت بروسودونتكس فهمتها، والتركيبه اللي بتركب عليها. تاني حاجه ريموفابل الفيكسد بروسودونتكس، التركيبه الثابته فيكسد بارشال دنشر، وبنبرد السنه اليمين والشمال ونركب سيمنتد، كان نوت بي ريموفد باي ذا وير، كان نوت بي ريموفد باي ذا بيشنت. الحاجه الثالثه ريموفابل بروسودونتكس، الاستعاده الصناعيه المتحركه، العلم اللي من خلاله بعمل ابلاينس كان بي ريموفد باي ذا وير. ممكن تتقسم لقسمين، ريموفابل كومبليت استعاده صناعيه متحركه عشان اعمل طقم اسنان كلي، او ريموفابل بارشال استعاده صناعيه متحركه عشان اعمل طقم اسنان جزئي. البرانش الرابع اسمه الماكسيلو فيشال بروسودونتكس، وهنا بقى بنعمل تركيبات من نوع خاص، تركيبات فريده من نوعها. ايه بقى التركيبات الفريده من نوعها؟ بيجي لي مريض كبير صغير في السن عنده جزء مفقود
في جسمه، مش بس اسنانه، جزء موجود مفقود في في السكلت في في الفيشيال السكلتون بتاعه، يعني في وشه من الاخر يعني. يعني عمل حادثه لا قدر الله وفقد اسنانه ونص وشه، لا قدر الله ربنا يعافي الجميع يا رب، حد جاله تيومر، جاله سرطان، شلنا فكه وشلنا جزء من وشه. لا قدر الله حد مولود بعيب خلقي في اسنانه وفي الفك وفي وشه، في الحاله دي هنسيبه الراجل ده يعني، هنسيب وشه كده منه للهوا، هنسيبه يعني. الموضوع هنا بقى مش بس انه مش عارف ياكل ولا يبلع، لكن هيكون تروما كبيره جدا نفسيا، انه يقف قدام مرايه او حد يبص. مين فينا ممكن يقرب من حد لا قدر الله مصاب بهذه الدرجه؟ فعشان يرجع تاني يندمج مجتمعيا ويقدر يشعر ان هو طبيعي مره تانية، الناس دي بتتعذب عذاب غير طبيعي، خصوصا لو ما كانش مولود كده. يعني لو كان طبيعي وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم رحمه عزيز قوم من ذل، انه كان طبيعي، كان بيمارس حياته بصوره طبيعيه، كان بيقف قدام مرايه ويشوف نفسه طبيعي، ويقف اللهم صل على سيدنا محمد يتصور ويمارس حياته مع اهله مع اصدقائه بصوره طبيعيه. ربنا يعافينا يا رب ويعافي الجميع، لا قدر الله، لا قدر الله بين يوم وليله اتحول في لحظه من حد لحد تاني بمرض اصابه او حادثه عملها او اي مكان. في الحاله دي ينفع نعمله؟ لا، نسيبه كده؟ لا، بنعمل له بروسيزس، بنعمل له تركيبه، بس التركيبه دي ما بنسميهاش دنشر عادي، ده اسمه ماكسيلو فيشيال بروسيزس. يبقى اسم انا في الاول وفي الاخر انا بروسيزس، بعوض اللي مفقود. عوضت سنه واحده انا بروسيزس، عوضت اكتر من سنه انا بروسيزس، عوضت كل الاسنان انا بروسيزس، عوضت السنان ومعاها جزء من الوجه انا برضو بروسيزس. بس انا بديك كلمه خاصه بيك عشان تميزك عن غيرك. فانا هنا ماكسيلو فيشيال، ماكسيلو يعني ماكسيلو فيشيال، يعني ماكسيلا معاها الماكسيلا اللي هو الفك العلوي، فيشيال يعني باقي الوجه، ماكسيلو فيشيال بروسودونتس، بروسودونتكس او البروسيزس يعني تركيبه بتعوض الفك، جزء المفقود من الفك ومعاه كمان الهيئه الخارجيه او الوجه الخارجي، يعني المريض اصابه مكروه يا اما بحادث او مرض زي ما وضحنا لحضراتكم. الراجل ده احنا هنا في القسم ده بنتعامل مع الاستوماتيك جناسك سيستم او الكارينيوفيشيال ستراكشر. يعني ايه استوماتيك جناسك؟ اللي هو الاورال كافيتي، ده اسمه الاستوماتيك جناسك سيستم، اللي هو الاورال كافيتي اسمه استوماتيك جناسك سيستم. دكتور البطنة عارف هو السيستم اللي بيتعامل معاه ايه، دكتور المخ والاعصاب عارف السيستم اللي بيتعامل معاه ايه، عيب نكون دكاتره اسنان مش عارفين السيستم اللي بنتعامل معاه ايه. جسمنا لما زي ما درسنا في الاناتومي في سنه اولى بيتكون من أعضاء، كل مجموعة من الأعضاء سوا مع بعض بتعمل سيستم أو جهاز. يعني الجهاز اللهم صل على سيدنا محمد الدوري، الجهاز البولي، الجهاز التكاثري، الجهاز المناعي، ده مجموعة أعضاء بتشتغل مع بعض عشان مع بعضهم يعملوا جهاز. إحنا بقى مجموعة الأعضاء اللي بتشتغل مع بعض عشان تعمل جهاز، الجهاز اسمه الاستوماتيك جناسك سيستم. ومجموعة الأعضاء اللي بتشتغل مع بعض الأسنان، العظم، المفصل، التي ام جي، المسلز، العضلات، كل دي سوا مع بعض وبتشتغل مع بعض عشان تعمل استوماتيك جناسك سيستم. طب أنا هنا في المكزيلو فيشيال بعوض بس استوماتيك جناسك سيستم؟ لا، كمان أند مين؟ كارينيو فيشيال. كارينيو جاي من الكارينيوم يعني من المخ أو من السكال، وفيشيال يعني الوجه. إحنا ممكن نوصل لحد إن إحنا نعوض نص الوجه بالكامل، كرانيو فيشيال استراكشر. يبقى ده بتاع المكزيلو فيشيال، طبعا ده راجل في حته بيغرد في حته لوحده. طب احنا هندرس كل الكلام ده؟ انا هدرس فيكسد وريموفابل ومكزيلو فيشيال. اه هتدرسوها بس في كورسات مختلفه، يعني في سنه خمسه في اخر سنه خالص هتدرسوا المكزيلو فيشيال بروستكس او المكزيلو فيشيال بروستودونتكس. ده السنه دي هتدرسوا الريموفابل كومبليت دنشر معاها الفيكسد في قسم تاني، الفيكسد دنشر او الفيكسد بروستودونتكس في قسم تاني. السنه اللي بعدها هتدرسوا ريموفبل بارشال دنشر وتكملوا فيكسد بروستودونتكس برضه. الكورس ده اسمه البري كلينيكال كورس. السنتين اللي بعدهم هتدرسوا نفس المواد دي كلينيكال كورس، يعني انت هتفضل تدرس خلال الاربع سنين ريموفبل كومبليت دنشر، ريموفبل بارشال دنشر في القسم عندنا. وهتدرس في قسم تاني انا برضه هدرسه لك ان شاء الله على من ضمن كورسات المنصه، الفيكسد بروستودونتكس قسم التركيبات الثابته. وفي سنه خمسه وان شاء الله ده الرسول حضرتك برضو هتدرس المكزيلو فيشيال بروستودونتكس في قسم ثالث مختلف.
الإمبلانت هناخد عنه معلومات أساسية بس بسيطة، لكن دول هندرسهم بالتفصيل التفصيل التفصيل بكل معلوماتهم إن شاء الله تعالى، وتقدروا أن أنتوا تشتغلوهم إن شاء الله بعد كده في المستقبل لما تتخرجوا من الكلية، تحديدا الريموفبل كومبليت دينشر، الريموفبل بارشل دينشر، والفيكسد بروستودونتكس هتقدروا تشتغلوها. المجزيلو فيشل هتتعلموا عنها أساسيات كتيرة جدا، وكذلك الحل الإمبلانت، بس اللي حابب أنه يشتغل فيها لازم يدخل تخصص، يعني يكمل فيها تخصص عشان يقدر يشتغلها، مش أي حد يقدر يشتغل النوع ده من التركيبات، لازم تخصص سواء كان زراعة أو كان التركيبات للوجه والفكين معا مع بعض. زي ما حضرتك شايف الراجل ده عمل عملية، فقد جزء من وشه، فقد أنفه، فقد عينيه، فهنا فقدهم بالكامل، نعمل له تركيبة تعوض له أسنانه، وكمان تعوض له جزء المفقود من وجهه زي ما حضرتكم شايفين. طبعا يعني حاجة مأساوية بالكامل يا دكاترة. طيب نرجع لمجموعنا، احنا هنا هنتكلم عن Removable Complete Denture.